لا تسقطي في عقدة الخضوع فتخسري نفسك. ابتسمي، كوني مهذبة، قولي ميرسي، كوني بنت جيدة، كوني بنت مطيعة، كوني بنت لطيفة. البنات لازم يكونوا لطفة، لأنه البنات يلي منن لطفة ما بيضحكوا، منن ودودات ما بيحكوا بود، ما بيحكوا على صوت واطي، بيكونوا صعبين، وما حدا بحب البنت الصعبة. ومش حتقدري تتجوزي، وما حدا رح يحبك، وما حدا حيتجوزك، ومنك رح تحصلي على شي بهالحياة كونه انت عندك هيك مواقف. ما ترفض العروض، دايما قولي نعم. هيدا ذنبك صار معك هيك لأنه هيدا كله من وراك. هيك تصرفات ما حتوصلك لمحل، حتكوني بنت فاشلة. يا بنت اعملي وقومي بكل شي بقلك ياه المجتمع المتخلف من حولك. كل شي أنا قلته، كل هيدي العبارات وجمل وأفكار، هيدي غرسها المجتمع الأبوي بعقول النساء. بعلموا البنات إنه الطريقة الوحيدة تيوصلوا لحيالله مكان بالحياة، إن كان مهنيا شخصيا اجتماعيا، هي بقول نعم شكرا من فضلك بعد إذنك مع امتنان واعتذار. بس المفارقة الحقيقية القاسية انه ما رح تحصلي على ولا شي بهيدي الطريقة. انا ما قلت نعم على كل شي تحققت نجاحي ومهنتي ابدا. انك انت تكوني لطيفة زيادة عن اللزوم وانه انت تخضعي، انت بتخسري نفسك واحترامك لنفسك بهالطريقة. إذا بدك كل حياتك تكرسيها تطردي الناس بس مش تطردي نفسك، كمان رح تخسري نفسك. إرادتك طموحاتك كتير مهمة، بينما إنك أنت تقمعي حريتك هيدا الشي ما بيجوز أبدا. أهم شي حرية التصرف بجسدك وبنفسك وبعقلك للامرأة اللبنانية أو العربية. المجتمع بيفرض علينا تصرفات معينة ليحد من إمكانية المرأة وتيشوه لها حقيقتها وتيشوه لها ذكائها وقدراتها، وإبقاء فكرة محصور ضمن هيدي الحدود الكتير صغيرة، بينما نحن عقلنا وأفكارنا وطموحاتنا هي ما بحدها ولا أي مكان ولا أي وقت ولا أي زمان. أن تكوني قادرة إنك تقولي لا أو تطلبي حل بديل، هيدا الشيء منه امتياز، هيدا الشيء هو حقك بالتصرف وبالاختيار. وهيك بتكوني عم ترسمي حدود حياتك وبتحافظي على صحتك النفسية والجسدية والروحانية، وهون تكمن صعوبة. نحن بحاجة انه نغير الفكر الجماعي حول حق المرأة بالاخص، كمان هلأ في رجال بس بالاخص هيدا الفيديو هو للمرأة، انه بحق لها هي ترفض. لانه كلمة لا يا اخواتي هي منا عيب، هيدا ما بيعني انك انت رح تجرحي حدا، هيدا ما بيعني انك انت ما تنامي الليل من ورا عقدة الذنب، بس هيدا تحدي لوصاية المجتمع الابوي على عقولنا كنساء، على اجسادنا، على حياتنا. لهيك ما تخافي تقولي لا، تعلمي تقولي لا. في اكزرسايز كتير حلو انا بعمله هون بالسنتر، بعلم الاشخاص النسوين انه تقول لا، لانه عادة كتير اسهل نقول نعم 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 نعم. ما تخافي تعطي رأيك، ما تخافي ترفضي، ما تخافي تناقشي، ما تخافي تقولي
شيل ايدك عني، احترمني، احترم لي السبيس تبعي، هيدا البيرسونال سبيس تبعي، ما تفوت، ما تقرب، ما تخافي انك تحمي نفسك وتقرري مصير حياتك لانه هيدا حقك. ما تخافي يقولوا عنك انك صعبة وانك قوية، لانه اذا ما كنت صعبة وقوية ممكن كتير تخسري نفسك، واذا انت خسرتي نفسك ولادك كمان بيخسروا، كذا شغلة تاني معلقة فيك بتنخسر كمان. انك تعيشي حياتك مثل ما انت بدك وتقرري مستقبلك، هيدا مش تحدي، هيدا حق. طالبي بحقك وقولي لا وقت قلبك من جوا عم بيقلك قولي لا بدل نعم. Thank you.